السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، إذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها قناتنا إبداعات نهى للنواعم، ندعوكم إلى الانضمام إلى أسرتنا الكبيرة بضغطكم على المستطيل الأحمر اشتراك وكذلك تفعيل الجرس لتكونوا أول من يصله جديدنا والاستفادة من كل فيديوهاتنا وكذلك مشاركة الفيديو مع كل الأصدقاء. تجلسوش حتى فوات الاوان، اذا فات الفوت ما ينفع الصوت، لهذا نوضوا وقدوا الوصفات ديالكم وديوها في راسكم شويه ديال الاهتمام. راه الا ما اهتميتوا براسكم راه ما كاينش اللي غيجي يدق عليك الباب يقول لك فلانه هاكي 1 كيلو ديال الاهتمام ولا 1 2 كيلو ديال الاهتمام، راه ما كاين غير اللي غيفرق عليك ديك المره، راه سمعتوني ولا لا؟ وغادي نحتاجوا لواحد المهراز، وغادي نحتاجوا الثوم. الثوم فيه بزاف ديال الفوائد خاصة بإنبات الشعر، فيه بزاف ديال الفوائد للشعر، فهو واحد العنصر فعال كي يطول الشعر وكذلك كي ينبت الشعر بالنسبة للناس كما قلت لكم اللي عندهم الصلع الغير وراثي، فمن الأحسن أنكم تجيبوا هذا النوع ديال الثومة الحمراء، فهي هذا النوع هذا كيكون بلدي، فهذه راها زوينه بزاف. كاين واحد النوع اخر ماشي البلدي ضروري ان يكونوا الحبات ديالها صغار، لا فتكون الثومه الحمراء، فهي كذلك راهي اللي كيستعملوا الهنديات للشعر ديالهم. كتشوفوا شعر الهنديات راه ما شاء الله طويل وقوي، راه ماشي غير شعرهم هكاك طويل وقوي، راه دائما هما كيداويو الشعر ديالهم. فغادي نستعملوا الثوم، تقريبا عندي هنايا 2 4 7 7 ديال الحبات من الثوم. بامكانكم تستعملوا كميه اكثر، ولكن انا غنصاوب معكم الوصفه كما غادي نصاوبها لراسي، طريقه باش غادي نصاوبها لراسي كما كنصاوبها دائما. وعندي هنا الزعتر مطحون، ها هو الزعتر مطحون. بامكانكم كذلك الى عندكم بذور الحشيش او زيت الحشيش انكم تضيفوه، كاين عند العطارين ولكن للاسف ما كيعطيوكمش هذوك البذور الحقيقيه، لان كاينين بعض البذور كيشبهوا ليهم، لهذا كنتفادى اصلا انني نمشي ونبقى نقلب عليهم، فيمكن انهم يعطيوكم بذور مزوره، ولكن بامكانكم تستعملوا الزعتر او الزعتر عادي، يعني الزعتر تاخذوه من الاحسن انه يكون باقي جديد ويكون يابس وتطحنوه وتحتفظوا به بهذا الشكل. وغادي نحتاج الى اناء فاش غادي نصاوب هاد الخلطه. طبعا اول نقطه غادي نعملوها هي اننا هاد الثوم هذا غادي ندقوه في المهراز، لان الى جينا وقطعناه مثلا قطع صغيره فصافي الثوم ما خصوش انه يتقطع الى قطع صغيره باش نحافظوا عليه كما هو، او بامكانكم تجيبوا اي حاجه وتدقوه بهذا الشكل فوق البوطاجير او سطح العمل. فانا بغيت ندقو في المهراز، غادي نبدا نحيد ليه هاد القشره الخارجيه، وبامكانكم كذلك تحتفظوا بهاد القشره الخارجيه ولكن انا كنبغي نحيدها ليه، فغادي نحط كميه معقوله من الثوم. بامكانكم كذلك تضيفوا الزنجبيل، ولكن انا كنفضل الزيت بهاد الطريقه هذه مع الثوم والزعتر، صراحه زوينه بزاف وكتنبت الشعر وكتطولو. غير جربوها يا البنات، جربوها وما تعكزوش عليها وما تقولوش لي عاوتاني الريحه ما الريحه، راه هذا الشيء عادي لان الواحد راه بغى يداوي شعره. فشفتوا الشامبوهات اللي عندهم الرائحه الزوينه الواعره اشنو داروا لينا للشعر ديالنا؟ طيحوه، تخلوا لينا 2 زغبات ياك، والحمد لله احنا دابا داويناه. فكنتمنى فعلا انكم تجربوا هاد الوصفات اللي كنزل لكم على قناتي ابداعات نهى للنواعم، لان فعلا وصفات مجربه وانا متاكده منها 100%. ها هو الثوم يا البنات بعد ما دقيته، فغادي نوضعو الان في هاد اي اناء، بامكانكم تستعملوا اي اناء، ثم غادي نضيف عليه كميه من زيت الزيتون. فكما كنعرفوا كلنا ان زيت الزيتون عنده بزاف ديال الفوائد، فغنضيف كميه تقريبا كأس من زيت الزيتون، والآن غادي نضيف الزعتر
واحد الملعقة تقريبا. عندي هنا جوج ديال الملاعق اللي نجهزته خصيصا لهاد الوصفة، وغنمزج هاد المكونات بهاد الطريقة. الا ما كيضايقكمش زيت القطيران بامكانكم انكم تضيفوه، ولكن ما بغيتش انا نزيد زيت القطيران، غنزيد مازال زيت الزيتون. وغادي نوضع هاد الخليط يا اما في حمام مائي او على نار هادئه هادئه، غير نحسوا بهاد الزيت بدا كيدفى صافي. غادي نزلوه من فوق النار. الان يلا نديو هاد الكسرونه هادي فوق النار بسم الله، وغادي نقص النار مع التحريك المستمر باش هاد العناصر كلهم يندمجوا، وكذلك السر في الطريقه ديال تخزين هاد الزيت. غادي نشعل الضوء باش تكون الاضاءه احسن. احنا دابا فالسر كما قلت لكم في الطريقه ديال التخزين هي اهم حاجه، فغنبقى هكا غادي نمزج هاد المكونات بهاد الطريقه حتى نحس بالزيت دفى، ماشي تخليه حتى يغلى ويفقد كاع الفوائد اللي فيه، لا، فبمجرد ما يكون دافي غادي نطفي على هاد الخليط ونوريكم طريقه التخزين. ها هو الزيت يا البنات، بعد ما دفى شفتوا دار واحد الرغوه هنايا كما كتشوفوا، راه ما فيه لا بخار لا والو، بمجرد ما دفى صافي. نزلته من فوق النار، غادي نخليه حتى يبرد واحد شويه وغنوريكم طريقه التخزين. فغادي نحتاج الى اي علبه، من الاحسن الى عندكم شي علبه يكون اللون ديالها غامق يعني ما يخترقهاش الضوء، الى ما عندكم فبامكانكم تستعملوا بحال هاد العلبه، وانا غادي نستعمل ليها البابي الالومنيوم. غادي نغلف به هاد العلبه، غادي نغلفها معكم بهاد الطريقه شفتوا معايا، ها هي. ها هي البنات تغلفات بكل سهوله، راه هاد البابي الومنيوم راه ما غاديش يدوز منه الضوء، واكيد غادي تحتفظوا بها في شي بلاصه تكون مظلمه. من بعد غادي نحط هاد الخليط هنا، هاد الزيت الرائعه لتطويل الشعر ولانبات الشعر بالنسبه للصلع الغير الوراثي، وكذلك الناس اللي كيطيح لهم الشعر استعملوا هاد الوصفه، هي وصفه شامله رائعه جدا. اما بالنسبه لطريقه الاستعمال يعني الاحتفاظ، غادي نحتفظوا بها واحد 15 يوم في الظلام، ومره مره غادي نبقاو ناخذوا القنينه وغادي نقلبوها بهذا الشكل باش دائما يوميا كل نهار تفكروا هاد القنينه، واخا غتعمروا عليها البورطابل تصوني لكم في واحد الوقت وتمشيو يا البنات تبقاو تحركوها بحال هكا باش كل العناصر يندمجوا مزيان مزيان. وبعد 15 يوم بامكانكم انكم تصفيوها صافي وتستغنيو على هاد الثوم وعلى بقايا الزعتر، او تخليوها كما هي وتاخذوا منها شويه وتحطوا في بحال هاد القنينات هادو يا البنات. الى حداكم شي صالون راه بامكانكم تمشيو وتجيبوها من الصالون الا كتستعملوا الصبايغ ديال الشعر. انا كنت كنستعمل واحد الفتره الصبايغ ديال الشعر بكثره، فعندي بزاف من هاد العبوات كنحتفظ بهم. شوفوا معايا هاد الثقب اللي فيهم هنا، فهاد الثقب هذا غيساعدني انني نبقى ندير هاد الزيت هادي مباشره على لي غاسين ديال الشعر، فهمتوا؟ لنفرض هادو هما لي غاسين ديال الشعر، غنمرر انا هادي بهاد الشكل هكا كل الشعر ديالي. ماشي ضروري انكم بعد ما تعملوا هاد الوصفه مباشره، لا خليوها ربع ساعه، خليوها ما عرفت شحال وسير غسلوا شعركم، ابدا بامكانكم تبقاو بها يومين 3 ايام الا قدرتوا تستحملوا 3 ايام غادي يكون احسن باش تغلغل مزيان في جذور الشعر ويستفد منها الشعر، لان فعلا الشعر ديالنا راه ولا متضرر بزاف بالادويه اللي كناخذوهم، وكذلك بدوك الشامبوهات اللي قلت لكم ريحتهم زوينه واللي خرجوا لينا على شعر، فغادي نرجعوا للثومه وغادي نرجعوا للزعتر وزيت الزيتون والاشياء اللي كانوا الاجداد كيتداووا بها
كما قلت لكم. وبالنسبه لانكم تمشطوا شعركم، حاولوا يا البنات دوك المشطات هذوك اللي فيهم دوك هذيك البابيونه كتخشيو صبعكم بحال هكا وتمشطوا، ما تشريوهمش الله يجازيكم بخير، هذوك كيطيحوا الشعر، كيخرجوا على الشعر. فاشريو هذا النوع، هذا النوع هذه خديتها ب 20 درهم. هذا النوع كما كتشوفوا راه هادو هذه واحد الطبقه وهذه طبقه نازله وحده طالعه باش الشعر ديالكم ما يطيحش. هذه كيسميوها في بعض المواقع الاسيويه المشط السحري، لان الا كتمشطوا به الشعر واخا يكون شعركم كرد ما كتضركمش في راسكم، يعني ما كتضركمش في شعركم وما كتجبدش لكم الشعر باش يسبب لكم داك الالم ديال الراس. فكنصحكم انكم تشريو بحال هادو. انا راه خديتها من انزكال بالنسبه للبنات اللي ساكنين بجنوب المغرب. فالان غادي نوضع هذا الخليط هنا، وكما قلت لكم 15 يوم وبقاو تستعملوا هذا الوصفه. متاكده بعد 15 يوم غادي تزيدوا عليها واحد 15 يوم اخرى، غادي ترجعوا ان شاء الله، ان شاء الله تبارك وتعالى غادي ترجعوا غتكتبوا لي في التعليقات وغترحموا لي على الوالده. راه النتائج ديالها رائعه رائعه جدا، جربوها على ضمانتي، جربوها يا البنات. راه ما كنعطيش لكم اي وصفه الا ما كنتش مجرباها ومتاكده منها، ماشي غير 100% مليون في المية. عافاكم جربوا هذه الوصفه وردوا عليا الخبر، ما تبقاو جوي تقولوا شعري كيطيح ليا، شعري ما بغاش ينبت ليا، وانت اصلا ما ديتيهاش في داك الشعر، كديري ليه واحد الوصفه مره في العام. عندك الوقت المنار، عندك الوقت مع تخرجي، عندك الوقت لكل شيء، الا انك تجلسي وديري هاد الوصفه على شعرك او وصفات اخرى للاهتمام بالبشره وبالجسم. انا طبعا راه ماشي كنخصم عليكم، ولكن غيرتي عليكم كبيره وبغيتكم تهتموا براسكم، ما تجلسوش حتى فوات الاوان، اذا فاتي الفوت ما ينفع الصوت. لهذا نوضوا وقدوا الوصفات ديالكم وديوها في راسكم شويه ديال الاهتمام. راه الا ما اهتميتوا براسكم راه ما كاينش اللي غيجي يدق عليك الباب يقول لك فلانه هاكي واحد كيلو ديال الاهتمام ولا واحد جوج كيلو ديال الاهتمام، راه ما كاين غير اللي غيفرق عليك ديك المره راه سمعتوني ولا لا. فكنتمنى يا رب تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم وفعلا انكم تجربوها، ولا عندكم اي تساؤل او اي اقتراح ما تردكم الا اناملكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. وكذلك تبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا ويستفيد من وصفاتنا الرائعه والمضمونه والموثوقه 100%. وكذلك تشجعونا باللايكات باش نعرف بلي هاد الانواع ديال الفيديوهات كيعجبوكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع حمومتي مبدعاتي سكر حياتي.